مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب سيدي، ما خاب سيدي من تمسك بكم أمن، والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم، فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب، يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ابو علي. ان كان عندك عبرة تجريها فانزل بارض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الاحشاء من. يا ريا يا ولقد وقفت على منازل عصمة، ثقل النبوة قد ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكايا حزنا على أهلي، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغو للصوت. أخي أخي بأبي التي ورثت مصائب أمي، فقدت تقابلها بصبر. أبي يا لم تلو عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاق بني. يا لم أنس يدتك حماها فانثنت تشكو إلى واجعها إلى حاميها. يا فرت على حس الودي أم المصايب، وقفت على التلت انتخي والقلب ذايب. نادي ونينك يا خليصي فتتح جاي من قطع جبدك ومتحسر على الماي. لكن يا خويا قوم روح الخيم وياي باداوي جروحك من دموع الغرايب. وان كان هل وللت وانها من الجروح من الجروح، باداوي جروحك يا خويا بدمعة الروح. بس لا تظل فوق الترب يا حسين مطروح، ما يناسب يظل العزيز على الترايب. بس ما سمع صوت اختك قلب فوق الرمال، نوب على اليمنى ونوب صوب الشمال. اشر على الدمع بالخذ همه، يا نقل اشبيدي والسهم بالقلب صايب. ابوصيك يا زينب الحين اسمعي الى وصايا يا زينب، ابوصيك يا زينب واسمعي هالوصيه. ان كان خلوك العدة توصلين لي عن هالحرارة، ظلل يختي علي يا وجيبي وساد خذي من الشمس. لا يا أبرصيج بالأيتام يختي تكف اليوم، لا من بجو بالليل يختي سكتي يوم. عن هالحرارة يختي عن هالحرارة ظلل يختي عليها، يوم عينك على اللي تبغى واطفى
في وسط الخرايط. نادت يا نور العين والله تحيرت بيك، انا تمنيت ليمك واشوف العلة تلبيك، لو استوى قلبي لفت قلبي وداويك واغسل دم جروحك يا خويا بدمعة العين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. لا ينهر اليتيم ولا يقهر اليتيم ولا يشدد على اليتيم، لا بالكلام ولا بالمعاملة، بل يتحنن على اليتيم ويترقف على اليتيم ويتعطف على اليتيم. فلذلك جاء الخطاب من الله عز وجل إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله: فأما اليتيم فلا تقهر. السبب الخطاب كان إلى النبي صلى الله عليه وآله، لذلك لكي يحث المسلمين والمؤمنين والناس على ذلك، لأن في باب الدعوة أكو نقلة اجتماعية من جاهلية إلى إسلام، وكانت آثار الجاهلية بادية على الناس، منها إساءة المعاملة إلى اليتيم. الجاهلية كانوا يسيئون المعاملة إلى اليتيم، يعني اليتيم ما إليه حق، اليتيم ما إليه معيشة، ما إليه حقوق، ما إليه كرامة على كل المستويات، الحقوق المادية والحقوق المعنوية إلى اليتيم هذه مفقودة. فلذلك كان في الجاهلية حتى اليتيم لا يرث، اليتيم ما إليه ميراث في الجاهلية، لا اليتيم ولا المرأة. يقول لك هذا ما إليه حق، ولد صغير أبوه توفى خلاص ما إليه حق. الميراث ينتقل إلى من؟ إلى الأعمام، إلى عمومة، عمومة اليتيم لا إلى اليتيم. فلذلك عبد الرحمن ابن ثابت أخو الشاعر حسان ابن ثابت هذا مات وبقية له أولاد يتامى صبية وزوجة. يا أخوة حسان وأخذوا الأموال كلها وحرموا اليتامى والمرأة وهي الأرملة من المال، فشكت الحال إلى النبي صلى الله عليه وآله، فأمرهم النبي بأرجاع كل الأموال إلى اليتامى وإلى الزوجة. المال مال الميت الميراث يرجع إلى اليتامى ويرجع إلى الزوجة جزء منه، لا إلى العمومة، لا إلى الأعمام. هذا كل شنو؟ من أثر الجاهلية. وكذلك ورد في الروايات أن أبو سفيان لعنة الله عليه كان يذبح الجزور، يذبح النياق الخراب ويوزع اللحوم. إذا اقترب يتيم، هذا اللعين أبو سفيان يضربه بالخيزران
يضرب اليتيم بالخزر، وزع اللحوم ووزع الخيرات على الكل، لكن يجي الى يتيم يضرب الخزر. هذا كله من اثر الجاهليه. فلما ان جاء النبي صلى الله عليه واله بالدعوه، وهذه من الاوامر من الله عز وجل الى النبي، فاما اليتيم فلا تقهر. فما كان من النبي صلى الله عليه واله الا وامر المسلمين والناس برعايه اليتيم، بكفاله اليتيم. ومن هالباب تشوف النبي صلى الله عليه واله جعل يحشد المسلمين ويرشد المسلمين من خلال أحاديث كثيرة. منها قال صلى الله عليه وآله: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ما أن اتقى الله عز وجل. يقولون في الرواية أن النبي ضم بين السبابة والوسطى، ما قال أنا واليتيم كهاتين، لا، ضمهم، لازمهم مع بعض للتشديد وللحرص على حماية اليتيم وكفالة اليتيم. ضمهم وقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. النبي صلى الله عليه وآله له المرتبة العليا في الجنة، صحيح ولا أعلى عليين؟ ماكو احد يحتضن منزلة النبي صلى الله عليه واله. انما النبي صلى الله عليه واله وجه بهذا الخطاب الى المسلمين، يعني يوجه المسلم، يوجه المؤمن، انك اذا كفلت اليتيم، عطفت على اليتيم، تحننت على اليتيم، اطعمت اليتيم، معي في الجنه، انت وياي ضيف عندي في منزله واحده مع الصديقين والانبياء والمرسلين. بعد من الروايات قال النبي صلى الله عليه واله: ان الله عز وجل جعل دار في الجنه اسمها دار الفرح، هيئها لمن؟ لمن ادخل السرور والفرح في قلوب يتامى المؤمنين. هذه كلها روايات من النبي صلى الله عليه واله، تحث المسلمين، تحث المؤمنين على كفالة اليتيم، لأن اليتيم فاقد، يحتاج إلى عطف، يحتاج إلى رأفة، يحتاج إلى حنان، لا يحتاج إلى قسوة. الجاهلية لا، يقسى على اليتيم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذى إذا سمع بكاء يتيم، يؤذيه بكاء اليتيم، حتى أنه قال أن بكاء اليتيم يحتز له عرش الرحمن وتبكي له الملائكة. من أي باب؟ من أي باب؟ من باب أن اليتيم، طبعا مسمى اليتيم يطلق على الطفل إلى قبل البلوغ، الفاقد الأبوين أو فاقد أحد الأبوين، هذا يسمى يتيم. الطفل عادة يتيما كان أو غير يتيم، عمره 4-6-5 سنوات، إذا تزجره تشدد عليه الوطأة، تضربه مثلا، يشكي الحال إلى من؟ إلى أبوين. يقول لك والله بشكي عليك على أبوي، أو ينادي أبوي وهو يبكي، صحيح ولا لا؟ لكن هذا اليتيم اللي ما إليه أبوي، إذا أنت ضربته وشدت عليه الوطأة تتكسر العبرة في صدره، فلا يجد من يشكو إليه الأمر، فتختلق العبرة في صدره فيبكي من باب شنو؟ القهر، من باب القهر. فإذا بكى هذا اليتيم من باب القهر اهتز له عرش الرحمن وبكت له الملائكة. فلذلك الله عز وجل من وصاياه إلى هذا اليتيم الضائع في المجتمع قال إلى النبي صلى الله عليه وآله مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله: فأما اليتيم فلا تقهر. وهذا نهى محمد صلى الله عليه وآله، ونهج أمير المؤمنين علي سلام الله عليه كذلك: كافل اليتامى أمير المؤمنين علي.
أن آخر وصايا أمير المؤمنين على فراش المرض إلى الإمام الحسن بني الله الله باليتامى لا يضيعون في حضرة يعني يوصي باليتامى أبو ذر يقول نظرت إلى أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه يؤتى إليه في بيت بارد المسلمين بالحنطة وبالشعير وبالأرز وبالزبيب يؤتى إلى أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه يوزع على اليتامى والأرامل والمساكين والمحتاجين من الناس يقول أبو ذر إذا جيء إلى أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه بالعسل يؤتى إليه يأمر أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يأمر قنبر ويأمر أبو ذر أبا ذر ويأمر الرجال بأن يأتون إليه باليتامى يقول أبو ذر إذا جاء إليه باليتامى تحنن عليهم وأطعمهم العسل بأصبعه يقوله يتحنن عليهم ويتعطف عليهم يقول أبو ذر ولدت لو أني يتيما عشان بس أحتضي بهالعطف هذا والحنان من أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه كيف يضع اليتيم في حجره ويمسح على رأسه ويبتسم في وجهه هذا أبو الحسن نهج أمير المؤمنين عليه نهج أهل البيت مصاحب المناقب والصدوق كذلك وأكثر الروايات يقولون رواية عن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه أنه يوم من الأيام من الليل التفت إلى امرأة تحمل جراب فيه ماء الجراب ثقيل الرجل يكاد أن يرفع الجراب مو مرقبة كافها متكلفة فالتفت إليها سلام الله عليه أمير المؤمنين علي فقال هل أعينك على حمل تعففت هذه المرأة فقيرة فامتنعت شاف أبو الحسن متكلفة عاودها مرة ثانية أعينك على ذلك قالت لا بأس فحمل أمير المؤمنين علي ذلك الجراب عن المرأة الضعيفة إلى دارها أجابت قالت بس أنزل الجراب لكن سبع بكاء ووليد من الدار صراخ فاد تسأل أبو الحسن قال هذه المرأة ما عندها بعض ما عندها زوج ومن اللي يبكي في الدار فسألها من الباكي أسمع أصفان عندك يتشوف من الذي يبكي في الدار اختنقت في الحبر المرأة ما تعرف أبو الحسن حسن ما تعرفت على علي اختنقت بعبرتها وأجابت أبو الحسن قالت ليس لي بعد توفاه الله وأن من يبكي في الدار إنما هم سميتي أولادي يتامى فتأوه أبو الحسن علي سلام الله عليه يقولون رجع إلى الدار لكن ما بات على الفراش كأنما بات على جمر يتقلب أبو الحسن صاحب الغيرة صاحب الإيثار علي سلام الله عليه يقول أبو ذر ويقول قنبر ما أن أصبح الصباح إلا وأمرني بأن أأتي إليه بزبيبي فملأه زبيبا وحنطة وشعير وما فيه من الأكل والشور ورفعه على عاتقه أنا خادم المؤمنين أنا خادم عند أمير المؤمنين الأولى أنا لا أحمل هذا الحديث صحيح ولا لا يقول التفت إلي سيدي أحمل عنك هذا الزبيب يلا لا إذا حملته الآن من الذي يحمل إزري يوم القيامة هذا تكليفي ألف أنا الإمام أنا أبو هذه الأمة يقول فتبعت أمير المؤمنين إلى من جاء إلى هذه المرأة طرق الباب من الطارق؟ قال لها أنا عبد الله الذي حمل عنك الجراب في البارحة شتريد قالها افتح الباب حاجة إلى الصبي والأطفال فما أن فتحت الباب وإلى بزبيب مملوء من التمر ومن الزبيب ومن الحنطة ومن الشعير فجزت أمير المؤمنين خير الجزاء
لكن ما تعرفت عليك، قالها أمة الله أسألك حاجة، شتريد إذني بالدخول، أنظر إلى هؤلاء اليتامى، أتفقدهم، أتحنن عليهم، أترأف عليهم. فأذنت له فدخل أمير المؤمنين يقول قنبر، فنظرت إلى علي يقبل هذا ويضم هذا، والمرأة انشغلت في عمل الطعام، قالها بعد أعينك على ذلك، فجعل يشعل النار في الحطب. في الأثناء دخلت امرأة جارة إلى هذه المرأة، بس تعرف علي، تعرف شمايل علي، تشوف اللي يسعر النار ويشعل النار يوقد النار هذا علي أبو الحسن. كيف يشعل خادم يعني؟ التفتت إلى المرأة، أمة الله مرأة، من هذا الرجل؟ قالت لا أعرف، إنما حمل عني الجراب وكذا وكذا وكذا. قالت لها ويحك، إنما هذا أمير المؤمنين علي. قالت أمير المؤمنين علي أبو الحسن، نادته علي؟ تتأكد؟ التفت إليها علي، قالت وخجلتا منك يا أبو الحسن، يلهب خجلتا منك يا أبو الحسن، أنا عد روحي قصر في حقك، ولو يعلم أبو الحسن ما باعت. فالنبي وأمير المؤمنين علي والإمام الحسن والإمام الحسين زين العابدين عرف بكفالة اليتامى والأطفال، أهل البيت كفلوا اليتيم وتعطفوا على اليتيم وتحننوا على اليتيم. لكن ايش سووا بني أمية بيتامى آل الرسول يوم العاشر؟ ايش سووا فيهم؟ سحقوهم بحوافر الخيل. حوافر الخيل تقول بعض الروايات أن الرجل وهو على صحوة الجوال على فرسه يجعل كعب الرمح في كتف الطفلة أو الطفل ويرمي به على التراب ويسحقه بحوافر الخيل، أحرقوا خيامهم، شتتهم في البيضاء. وفي الكوفة كان حالهم؟ مقيدين بالسلاسل والأغلال، أطفال أصغار قيدوه. وأما بالشام كذلك أنزلهم يزيد مثل هالأيام في خربة، خربة لا تقل لا عن حر ولا عن برد، يقولون النفس على النفس، الطفل على الطفل، ومتروعين في غربة وشايفين ضيم. أكو طفلة من أطفال الحسين يقال لها رقية سلام الله عليها، بنت صغيرة وتعرف الولد أو البنت، الطفل متعلق بأبوي، بالذات عند النوم ما يسأل إلا عن أبوها وعن أمه، صحيح ولا لا؟ أخذتها الوحشة ظلت تسأل عن أبوها الحسين، نادي أين والدي الحسين؟ وتصيح. بعد إذا نادت من حسين بكت زينب، بكت الرباب، بكت سكينة، ضجوا النساء بالبكاء والعود. يزيد عليه لعان الله أنزلهم في خريبة إلى جنب القصر، إلى جنب قصره، واللعين صاحب سترة صاحب خمرة سمع البكاء والعويل من الأطفال والنساء وقد احتلى، قال يا رجال ما هذا البكاء الصاير؟ نزلوا وإذا بطفلة من أطفال الحسين وهي رقية تنادي بأباها الحسين، أبا حسين كن الحالة. جيء إلى يزيد أخبروا بالأمر أن طفلة من أطفال الحسين تبكي تريد أباها الحسين، شوف اليسار قسوة القلب إلى اليتيم، قال خذوا لها رأس أبيها الحسين ودوا لها وجابوا الرأس في طش من دهب، قيل عليه منديل، فتحوا الباب، زينب جالسة، الرباط، ليلى، رملة، سكينة، النساء، لكن نظروا إلى نور قد شق عناد السماء،
وكان السماء. يقولون زينب شمت ريحة الطيب والمسك الأذفر يفوح من رأس الحسين، صرخت ونادت وأخا يا بالرأس وضع الرأس بين النساء والأطفال ووضعوه أمام الطفلة. وين النوح تريد أبوها الحسين؟ وضعوه الطشت أمامه طفلة صغيرة. رفعت المنديل وإذا برأس الحسين، صرخت ونادت وابتات ثم جعلت تمسح التراب من على جبهتي وتنادي أبي من الذي قطع كريمي، أبي من الذي خرب جيبتي. ثم انحنت على الراس طفلة المظلوم خرج فوق راسه جبلي لا جرى دمع وخلي من ينشف دمعتي مروع ولا تشوف لي والي يا ذراعتي، لا رجل عباس لي ولا الشباب من اخوتي الحسن. وينك انت صاحب الغيرة؟ وينك ابو الحسن علي؟ ثم جعلت تخاطب ابو الحسن علي تقول يا علي يا 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 ما تدري السد علي وجرى بالمجال الشهر انا وقبل كنت مخاطب
ولا بقيت للعذاب ولا ارى على ذبح اخوي اعلان سودة من الشرى ثم نادت احمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى قوالي يا الله الهي نسأل قولك ونقسم عليك بجاه البشير الجدير والسراج المنير أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. إلهي شافي مرضانا شافي جرحانا وفك أسرانا وفرج عنا فرجا عاجلا يا كريم وعدنا على هذه الأيام بخير وأمان لا فاقدين ولا مفقودين إلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة أبا عبد الله الحسين وأرواح موت السامعين والحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.